الحلقة 41 في تفسير جزء عامة، الحلقة الأولى في سورة الشرح. ما أهم مشكلة يعالجها ربع الشرح؟ علاج سبب من أسباب الفتور في العبادة والدعوة إلى الله، وهو ضيق الصدر من قلة الإمكانيات وقلة النتائج. طيب، ما أهم المعاني التي تربط الربع؟ سورة الشرح فيها ثلاث موضوعات: نعم الله على النبي ومن صار في طريقه، الموضوع الثاني ما سبب هذه النعم، الموضوع الثالث المحافظة على العبادة للمحافظة على النعم. طيب، وبعدين جت السورة، جت كيف نعبد الله، يعني قلنا سورة الشرح بتقول عبد الله، طب كيف نعبد الله؟ جت سورة التين وتوضح ان العبادة لكي تكون عبادة مؤثرة فيها استمرار في العبادة، يجب ان يكون فيها استمرار. جاءت سورة العلق توضح ان العبادة عشان تكون نافعة لازم تبقى فيها تعلم معاني القرآن وتدبر معانيه وتعلم الشرح. وبعد كده الثلاث سور الجاي اللي جم بعد كده بيوضحوا الدليل على ان القرآن اعظم وسيلة لإصلاح القلب. فسورة القدر جاءت بتقول لانه نزل في اعظم ليلة، وسورة البينة لانه اقام الحجة على الناس، وسورة الزلزلة جت عشان توضح ان القرآن هو اللي بينجي من الزلزلة واهولها. يبقى عندنا سورة الشرح قالت عبد الله عشان النعم تستمر، سورة التين قالت استمروا في العبادة عشان العبادة تؤثر، سورة العلق تعلموا عن القرآن عشان العبادة تؤثر، وجت ثلاث صور توضح ان ادلة على ان القرآن اعظم شرط لصحة العبادة وتأثيرها وخشوعها. فسورة القدر قالت القرآن نزل في ليلة القدر، ده دليل على عظمة القرآن. سورة البينة قالت القرآن هو اللي أقام البينة على الناس، وسورة الزلزلة جات وقالت إن القرآن هو المنجي من الزلزلة. نبدأ في سورة الشرح. الموضوع الأول نعم الله على النبي ومن صار على طريقه. النعمة الأولى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. إيه معنى الكلام ده؟ عن قول رغم أن الله تعالى شق صدر النبي وأخرجت منه العلاقته التي هي حظ الشيطان وملأه إيمانا وحكمة، إلا أن النبي عانى ضيقا في صدره لقلة عدد المؤمنين وتهديدهم وتعذيبهم وتوقف الدعوة لذلك، وإصرار قومه على الكفر. فأراد الله أن يشرح صدر النبي، فأرسله الله لرحلة الإسراء والمعراج، فازداد يقينه في نصر الله لأنه شاهد الأنبياء وعدد أمته وأنها خالدة، فزال ضيق صدره وانشرح ونشط. ألم نشرح لك صدرك، ونشط لتحمل الوحي وتبليغه. ووضعنا عنك وزرك، ليه انشرح صدره؟ لأن الله تعالى يقول ووضعنا عنك، يعني حططنا عنك وزرك، أي الحزن الثقيل. الحزن الثقيل قلة المؤمنين، تهديدهم وتعذيبهم وتوقف الدعوة وإصرار قومه على الكفر. الذي أنقض ظهرك، هذا الحزن أظهر صوت في فقرات ظهرك وكأنه سيكسر ظهرك من ثقله. طب إيه الدليل على شدة معاناة النبي في تلك الفترة؟ قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. كان النبي اعتذهب نفسه، يعني هيموت من الحسر عليهم. وقال الله تعالى فعلك باخع نفسك، يعني قاتلها أسفا على آثارهم وهم ماشيين ومعرضين عنك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم ازداد الحزن بموت عمي وزوجي وخرج إلى الطائف فأذوه، ومع ذلك أشد الأذى. التجأ إلى رفيقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الهجرة عن الهجرة، فخرج حتى بلغ برك الغماد يريد الحبشة، فأرجعه ابن الدغنة في جواره. كان لا يستطيع أن يرجع إلى المدينة إلا في جوار مشرك وكافر. طيب، النعمة الثانية ورفعنا لك ذكرك. يعني إيه رفعنا لك ذكرك؟
يعني نشرنا ذكرك بالتعظيم في الدنيا والآخرة. قال مجاهد: لا أذكر حتى إلا ذكرت. ويجب أن نقيد تفسير مجاهد دوت في مجامع العبادة. ما ينفعش الكلام ده. الناس بتقعد تقول سبحان الله والحمد لله بعد الصلاة، بيجيبوا سيرة الصلاة على النبي. طب مين صور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ربنا في المجامع؟ جعل الاعتراف برسالته شرط في قبول الإيمان وصحته، وأمر بذكر النبي في الخطب على المنابر وافتتاحيات الكلام في الأمور المهمة. فلا يوجد وقت على الإطلاق إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان. والأرض كروية، فالأذان ما بيكون فيه الثانية غير الأذان بيبقى موجود في كل مكان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة ووددت أني لم أسأله، قلت: يا ربي، كانت قبلي رسل منهم من سخرت له الرياح، ومنهم من كان يحيي الموتى، وكلمت موسى، قال: ألم أجدك يتيما فآوى فأويتك، ألم أجدك ضالا فهديتك، ألم أجدك عائلا فأغنيتك، ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك، قال: فقلت: بلى يا رب، فوددت أن لم أتسأله. طيب الموضوع التاني بقى في الصورة: ما سبب هاتين النعمتين؟ نعمتين اللي ربنا بعتهم دول إيه سببهم؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فيه جملة شرطية هنا محذوفة وتقديرها: فإذا أردت معرفة سبب الانشراح فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أي ما أصاب أحد عسر في الله تعالى إلا أرسل له يسرين. واستخدم اللفظ كلمة مع لتشعر بسرعة المجيء، مع العسر بسرعة مجيء اليسر. طب كيف عرفنا أن في جملة شرط محذوفة لوجود الفاء وتسمى الفاء الفصيحة؟ وهي تدل على كلام محذوف يقدر حسب السياق، وهي تربط بين الجملة السابقة واللاحقة. طيب الموضوع الثالث: أمرته بالعبادة للمحافظة على هذه النعم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت منها، فرغت من ماذا؟ فرغت من أمور الدنيا والدعوة وشغلها، وقطعت علائقها، فانصب يعني فتعب في العبادة، وقم نشيطا فارغ البال لتحافظ على هذا الانشراح. وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإلى ربك فارغب يعني أخلص لربك النية والرغبة. والتقديم هنا إلى ربك، تقديم الجر والمجرور، مشعر بالتخصيص، يعني لا ترغب إلا إلى ربك في الأكل، ما ترغبش في حاجة من الدنيا. وهو كقوله تعالى: إياك نعبد، يعني معناه ولا ترغب إلا في ذاته دون غرض آخر. قال الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. بعد كده هنبدأ في المستوى الثاني في سورة الشرح. ما مكان نزولها؟ نزلت في مكة بعد سورة الضحى، ترتيبها 94، عدد آياتها 8 آيات، عدد كلماتها 26 كلمة، عدد حروفها 150 حرف. ما حكم من قال بجواز الكبائر على الأنبياء؟ وزرك، يقول لك آه شوف الرسول عمل وزر يبقى الأنبياء بيعملوا كبائر. اللي يقول إن الأنبياء عملوا كبائر ده ضال مبتدع وخلافه غير سائغ لمخالفة إجماع المسلمين، وأخطأ شيخ الإسلام لما اعتبر الخلاف سائغ. شيخ الإسلام بيقول الكلام ده غلط، الأنبياء ملوش كبائر، بس يقول ده خلاف سائغ، غلط، بل ضلال والخلاف السائغ في الصغائر. طب ما حكم من قال يجوز الشرك على الأنبياء أو الصغائر المزرية كسرقة حبة أو قبلة لامرأة لا تحل؟ هنقول هو ضال مبتدع وخلافه غير سائغ لمخالفة إجماع المسلمين المنعقد على عصمتهم لأنها تزري بمنصبهم، فلو أن إنسان عرف عنه ذلك لازدري منصبه. يبقى عندنا الإجماع على حاجتين: الكبائر والشرك والصغائر المزرية. أي حد يخالفهم يبقى كده ضال مبتدع. طب بقى الصغائر، الصغائر حكم الصغائر ايه؟ ده اللي هنتكلم فيه بعد كده. ما الرد على من فسر الوزر بالذنب كما قال مجاهد في طريق ابن نجاح؟
وقتادة بيقول كانت على النبي ذنوب أثقلته فغفر الله له. وكذلك قال ابن زيد شيخ سام تيمية الذي يرجح صحة وقوع الصغائر من الأنبياء. الرد بقى الكلام ده كله، احنا دلوقتي بقى في الصغائر اللي في خلاف سائخ، هنقول الأنبياء معصومين من الصغائر، ومن خالف فأخطأ وله أجر، مش ضال يبقى مبتدع، أخطأ وله أجر. طيب ايه الدليل بقى على ان الأنبياء معصومون من الصغائر؟ اول حاجة هناخدها بقى ان شاء الله الحلقة القادمة. جزاكم الله خير.